صابر المحمدي تقصوا ترجع لصالح النجم الخلاج سامي شبشوف. سامي شبشوف وكرة قصيرة مع جوبيتر. باهية من جوبيتر، عملية خطيرة للنجم الخلادي. اسكندر الحاج قاسم، اسكندر الحاج قاسم طويلة باتجاه جوبيتر وتبع فيه طارق الماكري. جوبيتر وطارق الماكري، يرجع الحمادي عمارة يوزع. اسكندر الحاج قاسم ينفذ الكرة عالية ترجع باتجاه رياض برجب. جوبيتر والهدف الثالث. لا أقل من 10 ثواني والكاميروني جوبيتر نغونغي على موعد مع شباك وتوقيع أسرع هدف في تاريخ البطولة الوطنية. Ça fait plaisir d'avoir marqué ainsi un but très 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 rapide et que je crois que ça pourra entrer dans les annales du football tunisien. إعادة العملية، كرة يفتكها جوبيتر للياس برنيس بدور محمد سلامة، التوزيع وجوبيتر بالراس بشيبك. نادي الحمام ديما في الهجوم، مجهود بدني كبير من صاحب هدف 10 ثواني يتقدم، التسديد بقوة وفخري بن عثمان بصعوبة للركنية. الضغط يوصل أبناء بيتر في كل مكان يوزع، وليس برنيس كاد يضيف الهدف الثاني لولا فخري بن عثمان. كرة تنطلق من وسط الميدان، محمد سلامة إلى أنيس بن شيخة بذكاء كبير إلى جوبيتر يتقدم ومن غير تعقيد يضيف الهدف الثاني، وثنائية للكاميروني جوبيتر. زوز أهداف قبل لا شيء، ونادي حملم يواصل مستوى النتيجة والأداء. سفيان قتلي وأنت تعرف نقاط ضعف نادي حملم. وأول ظهور للبرازيل من اليسار، طارق العبد اللي يوزع وجوبيتر براس يرفع الكرة بأيمن زيدان ويسجل الهدف الأول. هجوم لحمام الأنف، جوبيتر لبن شويخة، ترجع جوبيتر يراوغ ويسدد بيدين أيمن زيد. طارق العبد اللي يرفع الكرة تلمس وليد خالد وجوبيتر أمام المرمى يصوب في دين زيدان. وادي الشرفي تضرب الكرة في أنيس بن شويخة. جوبيتر خطير العملية، جوبيتر يسدد وهدف ثاني، هدف ثاني للنادي الرياضي لحمام الأنف عن طريق جوبيتر. هدف ثاني لنادي حمام الأنف عن طريق جوبيتر، وفرحة أحباء نادي حمام الأنف على المدارج. إذا جوبيتر مسجل الهدف الثاني، إعادة تضرب الكرة في ظهر أنيس بن شويخة، ترجع كانت بين قيس بن شعبان وجوبيتر، ياخذ جوبيتر الكرة براسه يتبع في قيس بن شعبان يسدد على يمين الحارس أنيس الزيتوني ويسجل الهدف الأول الثاني. مثل اختار متواصل على دفاع الترجي، يتلقى كرة من الياس برينيس وجه لوجه مع حمدي القصراوي، العقلة واضحة من وسام البكري، الحكم سليم الجديد يعلن على ضربة جزاء ويكتفي الانذار، لكن لمن؟ الحمدي القصراوي. كرة تبدو عادية وإيفن جوبيتر يتمكن من مغالطة خالد عزيز وهدف التعادل.
الافريقي يعود للهجوم، محمد سلامه لابن جوبيتر اللي كاد يحدث للطر. لعب الهجوم كاريه من حافظ نواس على عرضه وانيس بن شويخه في المتابعه يسدد وهدف التعادل بعد لمسه من جوبيتر. الافريقي يعود للهجوم ككبير انيس بن شويخه وايفن جوبيتر يمضي هدف التعادل ويجبر الافريقي على اختتام النقاط. وثلاثيه للكاميروني تمكنوا من الالتحاق ثنائي طليع ترتيب الهدفين. سعادة كبيرة تسجيل ثلاثة أهداف في شباك فريق في حجم النادي الإفريقي. Siempre.